أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاء المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون ذلك الأمر أن دابر هؤلاء
حين وجاء أهل المدينة يستبشرون واتقوا الله ولا تخزون واتقوا الله ولا تخزون صدق الله.